هذا النادي الرياضي هو نقطة انطلاق لبطولة كوبا المستقبلية. قد يكون الرياضيون صغارا ولكنهم هنا للتنافس على رهانات كبيرة مثل هذا المصارع البالغ من العمر 13 عاما. حلمي أن أكون رياضيا وبطل العالم مثل ميهايين لوبيز. النظام الرياضي في كوبا هو محط اعتزاز للجزيرة الشيوعية، إنها سياسة ماسيفيداد أو الرياضة للجميع، أي كل طفل في مرحلة المدرسة يجب أن يتدرب على رياضتين مختلفتين من اختياره، وفي أي لحظة قد يتم اختياره واحداً من أفضل 16 رياضي في المدارس، وهذا يعد شرفاً كبيراً لأي عائلة. إنها تخدم الثورة، كونك بطلاً أولمبياً هو أمر عظيم. المتنافسون في المباريات بين المدارس يتنافسون للحصول على مكان في المنتخب الوطني. بعد فريق الناشئين هناك الفريق الوطني للكبار الذي قد يصبح بطلا. مسيرة ميهايين لوبيز انطلقت من البطولات المدرسية، فحاز على ميدالية ذهبية في مصارعة اليونان رومانيا في أولمبياد بكين، وهو يقول أن الكوبيين بطبيعتهم رياضيين. الرياضة تجري في دمنا، نحن نحبها، إنها تقليد للشعب الكوبي ووسيلة للتخلص من الضغط. حصل كارلوس على المركز الثاني في فئته، ولكن صعوده إلى القمة بدأ للتو، ولا يحصل الكل على ذلك، فقط 200 من 600 رياضي سيذهبون إلى دورة الألعاب الأولمبية.